يا مساء الخيرات، واهلا بيكم في الجزء السابع من الموديول الاول في الويل انترفنشن بريشر كنترول الخاص بسيلبس الاي دبليو سي اف. لو حد حابب ياخد الشهاده فالفيديوز موجوده في بلاي ليست، في مجمع فيها كل فيديوز الويل انترفنشن. هي لسه حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه مش كامله، ولكن مع الوقت ان شاء الله هتلاقوا البلاي ليست نزل فيها 3 موديولز: الكومبليشن اكويبمنت، الكومبليشن اوبريشنز، والواير لاين. اتكلمنا عن 6 حاجات في الفتره اللي فاتت. النهارده هنتكلم عن الجزء السابع اللي هو الباكرز اند اسوشيتد اكويبمنت. هنتكلم عن الباكرز بانواعها المختلفه، هنتكلم عن البيرمننت باكرز والريتريفبل باكرز، مش هنتكلم عن موديلات في السوق. احنا هنا بنتكلم عن الباكرز كفكره، فاحنا مش مثلا هناخد زي الار تي تي اس باكر ونتكلم عنه لوحده مثلا، او ناخد نوع تاني من الباكر. لا، احنا بنتكلم بشكل عام عن التصنيف العام للباكرز والاسوشيتد اكويبمنت. هنعرف ايه هي الاسوشيتد اكويبمنت اللي بتساعد في السيلينج بتاع الباكر مع الكومبليشن سترينج. فنبدا الاول ب الباكرز. الوظائف بتاعت الباكرز نقدر نقول ان هما 3 حاجات: بتحمي الكيسنج من الريزرفوار فلويدز، لان انت عندك الباكر بالسيلينج اليمنت بتاعه او الالاستمر بتاعه لما بيعمل سيل اجينست الكيسنج، فهو كده بيمنع البروديوسد فلويدز انها تيجي في الانولوس ما بين التيوبنج وما بين الكيسنج، وبالتالي ممكن تعمل كوروجن بالكيميكال انتر اكشن ما بينها وما بين الكيسنج. تاني حاجة هي بتحمي الكيسنج من البريشرز علشان الكيسنج نفسها ما يحصلش فيها بيرست مثلا، فالباكر ده وظيفة من وظائفه. بلس ان هو انت ممكن تستخدم الباكرز انك تعزل، لو انت هتعمل مالتي زون برودكشن فانت بتعزل هذه الزون عن بعض بالباكرز. طب مكونات وكونستراكشن بتاع الباكر عبارة عن ايه؟ اي باكر في الدنيا مكون من جزئين. الجزء الاول اللي هو السليبس، والسليبس ده ما بيعملش سيل، السليبس ده مجرد سليبس علشان السنام بتاعته بتعض على الجدار الداخلي لكيسنج سترينج وبيمسك. وهنا مثلا ده تنشن سليبس. تنشن سليبس معناه ان انا لما باخد تنشن الجزء اللي احنا شايفينه ده بينزل يريح على الجزء المشطوف ده، فالسليبس بيمسك لبره. مش مقصود ان انا باخد تنشن عن طريق ان انا اعمل تنشن على السترينج، لكن الميكانيزم بتاع التشغيل بتاعه بيعمل هذه التنشن انه يخلي الجزء بتاع السليبس بيريح على هذا الجزء كده فيفتح ويخلي السنام بتاع السليبس تعض على الكيسنج. وهنشوف الميكانيزمز المختلفة في سيتنج كيس، في سيتنج الباكرز، في حاجات ميكانيكال وفي حاجات هيدروليك او الكتريكال، تاخد الكتريكال سيجنال. طيب الجزء الثاني اللي هو الباكنج اليمنت بتاعه، وده اللي بيعمل السيل مع الجدار الداخلي للكيسنج اللي انا هعمل فيها سيتنج للسليبس. ده نوع تاني مثلا، ده بيسموه كومبريشن باكر. هتلاقي السليبس بتاعه تحت، فده بيبقى الجزء بتاع السليبس موجود تحت، والجزء المشطوف ده ال 45 درجه دول بيعملوا سيل لما بيعملوا كونتاكت مع هذا الكون، فالكون ده يخلي السليبس يفتح. فده الفرق ما بين التنشن باكر والكومبريشن باكر. وفي باكرز بيكون فيها باي باس، بحيث ان انا لو عايز اعمل سيركيليشن والباكر ده مازال ان بليس، فانا ممكن اعمل باي باس عن طريق هذا الباكر. يعني لو عايز اعمل كيلينج للول مثلا، وفي الجزء اللي بيكون موجود ما بين الباكر نفسه والبوتوم بتاع الكومبليشن سترينج ده بيكون فيه غازات، فانا ممكن افتح هذا الباي باس واعمل سيركيليشن او اعمل كيلينج وهذا الباي باس مفتوح. التقسيمه العامه بقى بتاعت الباكرز، ان انا عندي باكر بنسميه بيرمننت. البيرمننت هو بيكون جزء بيتعمل له سيتنج في الكيسنج، ولو انا عايز اشيله ده ما بعملوش ريتريف، ده انا بحفره بعمل له ميلينج وبعد كده بعمل له بوش داون في السلامب تحت وبيقع تحت وخلاص. بالنسبة للريتريفابل فهو اقدر اطلعه بعد كده مع الكومبليشن سترينج، ان انا بشد عليه مثلا فبيطلع مع كومبليشن سترينج. وفي حاجة اسمها سترادل باكر، دول بيكونوا 2 باكر
وما بينهم سبيسر بلانس مختلف، هنشوف يعني ايه ستريدد باكر، والنوع اللي هو البريدج بلاج اللي انا بقدر احطه في الكيسد هول او في الاوبن هول، ده بيصنف برضه من ضمن الباكرز، علشان مثلا حطيت بلاجة اسمنت وعايز احط بريدج بلاج كبارير او حاجة، فبحطه في التيوبنج او الكيسنج علشان اعزل منطقة عن منطقة. طيب امتى استخدم بيرمننت، امتى استخدم ريتريفابل، امتى استخدم النوعين التانيين الاسترادل او البريدج بلاج؟ البيرمننت ده لما بيكون في هاي ديفرنشال بريشر او في هاي تمبريتشر موجوده في الهول، فالفيري هاي ديفرنشال بريشر دي انا محتاج حاجه تكون مور ديورابل، فبستخدم بيرمننت باكر بيكون مور ديورابل عن الريتريفابل. انما الريتريفابل ده لما انا اكون مثلا عندي بلان ان انا هغير الكومبليشن سترينج ديزاين مثلا، مع الوقت هنزل بكومبليشن سترينج وبعد كده هطلع بيه وبعد كده هنزل بيه جاز ليفت كومبليشن مثلا، وليكن لو انا ما كنتش عامل حسابي من البدايه في جاز ليفت كومبليشن، فالريتريفابل باكر ممكن ينفع في حاجه زي كده لو انا هغير كومبليشن سترينج اثناء اللايف سايكل بتاعت الويل ده. بالنسبه للاستراتيل باكر هو بيعزل سيكشنز في الاوبر هول او بيعزل اماكن معينه بيرفوريتد، فبحط باكر وباكر وبعزل المنطقه دي خالص. والبريدج بلاج زي ما قلنا ممكن تكون بارير في الهول لو انت بتعزل مكان معين، عايز تعمل تريتمنت لمكان معين ومش عايز التريتمنت فلويدز دي توصل للمنطقه دي، فبتعزلها عن طريق البريدج بلاج. طب قدامنا صورتين اهو، في الصوره اللي على الشمال دي للريتريفابل باكر والصوره اللي على اليمين دي للبيرمننت باكر، و عادة في البرزنتيشن هنا هتلاقي تحت كل صورة السورس بتاع الصورة دي متاخد من مانوال ايه، فهتلاقي اغلبية الصور موجودة من مانوال اسمه ريك ترين، وده مانوال لطيف جدا للويل انترفنشن، ولكن هو قديم جدا ففي حاجات كتيرة مش ابديتد. البرزنتيشن دي هي ابديتد طبقا لاخر ستاندرز من الاي او جي بي ومن الاي دبليو سي اف، ولكن يزال هذا المانوال مانوال قوي جدا في الويل انترفنشن، ويمكن هو المانيوال الوحيد اللي موجود في الماركت، غير في مانيوالز اخرى كنا عملنا لها ديفلوبمنت في الشركات اللي اشتغلنا فيها. طيب بالنسبه للسيتنج ميكانيزم، لو خدنا الريتريفابل باكر عندك تو سيتنج ميكانيزم، يا اما ميكانيكال عن طريق روتيشن عدد لفات معينه بتخلي زي ما شفنا بقى السليبس مع الكون بتاع الباكر يعمل سيتنج، وبعد كده بنعمل سيتنج للسيلينج اليمنت، وفي هيدروليك سيت عن طريق البريشر، بنحط في الـ في الـ في النيبل بنحط بلاج وبنبتدي ان احنا نبريشرايز الكومبليشن سترينج، يبتدي يقطع شير بين موجود في الميكانيزم بتاع السليبس والباكر ويعمل سيتنج للباكر. البيرمننت باكر ممكن بالاي لاين، بنزله بالاي لاين واعمل له سيتنج عن طريق سيجنال، السيجنال دي برضو هي بتدي تفعيل للشير بين، او برضه بعمل له سيتنج وبعد كده هيدروليك سيت ببامب بريشر جوه كومبليشن سترينج وبعد كده هو بيعمل سيت. فهم الفكره كلها في شير بين، الشير بين ده بنفعله بميكانيزمز مختلفه. طيب ايه هي الريسكس اللي ممكن اقابلها وانا بعمل سيتنج للباكر؟ في ثلاثه ريسكس. الريسك الاول وانت نازل، طبعا الباكر ده زي ما شفنا هو سيلينج اليمنت وهو اوريدي القطر بتاعه بيكون قريب جدا من الاي دي بتاع الكيسنج، فممكن تعمل سيرجنج وانا نازل، السيرجنج ده هو اكسترا بريشر، هذا الاكسترا بريشر اصلا ممكن يفعل الميكانيزم بتاع الباكر ويخليه بريست يسيت قبل مكانه، او ممكن هذا السيرج ممكن يعمل كسر في الفورميشن، والعكس لو انا بعمل انست او هتحرك بالباكر ده واطلع فوق فبعمل سوابك. وعاده بنخاف شويه برضو من البري سيتنج لو انا نازل بالباكر ده باي لاين والتيل بايب اللي هو الجزء اللي موجود تحت الباكر يكون الويت بتاعه كبير شويه، لان ده اولا بيعمل ستريتش في الواير اللي انا نازل بيه، محتاج كاليبريشن ابقى عارف انا هعمله سيتنج فين بالظبط، بلس ان انا لو السرعه السريعه دي ممكن تدي سيجنال بالغلط ويفاير الميكانيزم بتاع الباكر ويسيد في مكان مختلف، فدي الريسكس اللي موجود. بالاضافه بقى للكلام اللي موجود اللي بيقول لك لو اللاينر ده موجود في ريزرفوار سيكشن فالكومبليشن سترينج
لازم التيل بايب تكون موجوده في مكان مظبوط، فانا خايف ان انا ما اعملوش بريست في المكان المظبوط او الى اخره الكلام اللي مكتوب، يعني عشان ما نبقاش بنضيع وقت فيديو ان احنا بنقرا ديباجة مكتوب. طب انا عايز اضمن ان انا الباكر بتاعي بينزل في المكان المظبوط، السكسس فاكتورز عندك كذا حاجه. اول حاجه الويل كونديشن، لازم تكون الهول نظيفه او الكيسنج دي نظيفه علشان ما يحصلش ان الباكر يعلق في مكان. الويل بور جيومتري بالنسبه للباكر سايز، لو عندك زاويه عاليه او حاجه لازم تقدر تختار الباكر المظبوط اللي يقدر ياخد ويدي معاك وينزل في المكان المظبوط. السبيد زي ما اتفقنا وانت نازل، تجهيز الباكر نفسه على السيرفس والتشيك عليه كويس جدا، والتشيك على حاله الالاستومر بتاعه، والتشيك على ان الالاستومر ده طبقا للسبيكس بتاعه التمبريتشر والاتش تو اس مثلا، والريتنج بتاع الشير بين عشان اقدر ان انا افعله بالبريشر المظبوط ويقدر ان هو يسيد في المكان الصح. فدي نظره عامه على الباكرز وانواعها والسيتنج ميكانيزمز بتاعتها. ايه الاكسسوارز بقى اللي بتنزل مع الباكر؟ هي الاكسسوارز دي كلها على بعض، سواء كانت لوكيتور سيل اسامبلي او انكور سيل اسامبلي او بولشد بور ريسبتابلز او الاي ال تي اس ار اللي هي الاكسترا لونج تيوبنج سي ريسبتابل، هي الفكره بتاعتهم ان انت عايز تسمح للتيوبنج بمكان تقدر انها تشرينك فيه او تتمدد فيه نتيجه لدرجه الحراره المختلفه في الهول، بدون ما يحصل ان هي تتقطع او يحصل لها باكلينج او السيل اللي ما بينها وما بين الباكر ده يضرب. فالاربعه الديزاين بتاعهم هو عباره عن جزء سليف بتتحرك جوه ماندريل، والماندريل ده فيه باكرز موجوده. لو حصل مثلا اني انا هنتج في بير، البير ده هاي تمبريتشر، فمتوقع ان التيوبنج يحصل لها استطاله، فلما باجي اعمل سيتنج للباكر بخلي اللوكيتور سيل اسامبلي ده ماسك على الجزء اللي تحت اللي هو البوتوم باكر، فلو حصل استطاله التيوبنج، التيوبنج تنزل تحت، فمازال يبقى في مكان للسيلينج، بدل ما كانت على الباكر اللي تحت هتعمل سيل مع الباكر اللي فوق. لو العكس، لو انا مثلا في لو تمبريتشر موجوده اعمل انجكشن، فمتوقع ان التيوبنج تشرينك، فطالما هشرينك انا مش عايزها تطلع من المكان اللي كانت عامله فيه سيل، فبعمل لها سيتنج بس على الجزء العلوي بحيث ان هي لما تشرينك تقدر انها تطلع وتعمل سيل مع الجزء اللي تحت من غير ما التيوبنج دي لا يحصل لها باكلينج ولا السيل ده يضرب. كل واحده من الاربعه بيكون ليها مميزات وعيوب وبيكون ليها ميكانيزم في السيتنج. فانا ممكن مثلا اللوكيتور سيل اسامبلي ده لازم علشان اعمل سيتنج للباكر بعمل تيوبنج ان هي تسايد في الباكر في نيوترال او ان كومبريشن، اقدر ان انا اضغطها. الانكور سيل اسامبلي ممكن ان كومبريشن او انتنشن او نيوترال، بيكون في بعض التولز اللي بتستخدم اثناء السيتنج بتاع الباكر والتيوبنج ان هي تسمح ان هي تخلي التيوبنج سيت اندر تنشن او كومبريشن او في نيوترال بوزيشن. البي بي ار دي بعمل لها سبيس اوت بعد ما بعمل سيتنج للبيرمننت باكر. يعني دي كلها مواضيع جانبية. الهدف من الفيلم ده انك تفهم ان كلها حاجات بتسمح بالسيل موفمنت نتيجة التمبريتشر. فهنا مثلا هتلاقي ان ده البي بي ار اللي على الشمال ده، واللي على اليمين ده التي اس ار اللي هي البولشد بور ريسبتبل او التيوبنج سي ريسبتبل. فهتلاقي ان هو عبارة عن الجزء ده اللي هو الباكر، وهنا الجزء ده الجزء اللي فوق هو عبارة عن جزء بيتحرك، والعلامات السوداء اللي انت شايفها في النص دي عبارة عن ريسبتابلز او سيلز مختلفة بقدر ان انا اعمل بيها سيتنج. ونفس الكلام هنا تيوبنج سيل ريسبتابل او التي اس ار اللي هو الاكسترا لونج، نفس الشيء، بيبقى بدل ما هم ثلاثة باكرز بيبقى باكر واحد مثلا طويل. فدي الفكرة بتاعته. طيب في اختلافات بسيطة ما بينهم، ممكن نعرف بعض المعلومات عنهم. ممكن ان مثلا البي بي ار ده بينزل مع الهيدروليك باكر، بينزل في الكلوزد بوزيشن، بيبقى الاي دي بتاعه اكبر شوية من التي اس ار، وانت بتختار بقى. لو انت مثلا ووتر انجكشن زي ما اتفقنا بيبقى البي بي ار ده سبيسد اوت ات ذا بوتوم بحيث ان هو لما يشرينك يطلع على التوب، لو هو هاي تمبريتشر بيبقى
متسيت على التوب علشان لو لما يستطيل او يحصل استطالة ينزل على البوتوم. وفي الاويل برودكشن في النورمال تمبريتشر بنخليه في النص، يعني هنا ده مقصود بيه التوب وفي النص وفي البوتوم. خلاص اعتقد الفكرة وصلت شوية. في اكسسوارز تانية بتساعد برضو في عملية الاستطالة والشرينكج بتاع التيوبنج ده، ان هو يتحرك بسهولة، اللي هي بنسميها ايه الاكسبانشن جوينت. هي نفس الحكاية، تلسكوبيك ديفايس تستخدم في الكومبليشن سترينج فوق الباكر على طول في حالة ان البي بي ار ستروك ده نوت انف. يعني افرض الاستطالة بتاعت البي بي ار دي ما كانتش كافية، سواء الستة ادم او التسعة ادم او الاتناشر ادم، الستروك لينس ستة وتسعة واتناشر دول مش كفاية، فانت عايز تطول شوية كمان، فبنحط برضو الاكسبانشن جوينت عشان تكمبنسيت هذه الموفمنت. وده باختصار كانت السكشن السابع. احنا كده فاضل لنا سكشن واحد فقط في الكومبليشن اكويبمنت، اللي هو اللاندنج نيبلز والبلاجز والواير لاين انتري جايدز. ان شاء الله ده المحاضره اللي جايه. اتمنى يكون الموضوع مفيد. لو في اي حد عنده اي استفسار يا ريت يكتب لي في الكومنتس تحت، ولو الفيديو مفيد بالنسبه لك وتحب ان انت تعمله شير مع حد تاني يبقى كتر خيرك، واشوفكوا الفيديو اللي جاي.